عسلامة، هيثم سبيطلة. قدام الزخم بتاع القائمات الحزبية والقائمات المستقلة اللي نشوفوا فيه، وهذه صراحة حاجات تواردت في ذهني، وباش نقسمها على ثلاثة حاجات، يعني وطنيا جهويا ومحليا. وطنيا، ما نعطيك صوتي كان ما تحل ملف الثروات الطبيعية. تخدم ما نعطيك صوتي زيد كان على كي يكون في برنامج، يعني باش تخدم على تحسين ظروف المنظمات الشغيله العموميه والخاصه، والعمل على تقليص البطاله دي وطنيا. جهويا كيف ما نعطيك صوتي كان كي تعمل على التمييز الايجابي، العنايه بالقطاع الصناعي والفلاحي، العنايه على تحسين البنيه التحتيه، محليا على إدراج الموقع الأثري بسبيتلا في لائحة الانتظار باليونسكو، إرجاع حق سبيتلا في الولاية اللي تسلبت منها منذ ما يزيد عن 60 سنة، العمل على تسريع أو حل تشكيليات المشاريع المعطلة. ويعطيكم الصحة.